وصل أمير حرس المنشآت النفطية فرع المنطقة الشرقية والوسطى اللواء ناجي المغربي منطقة جنوب الهلال النفطي في جولة تفقدية للقوات المكلفة بحماية قوت الليبيين، وشملت الجولة حقل زلطن والحطيبة وحقل التحدي والساحل وبوابة 110 وخط الغاز، حيث بحث اللواء ناجي مع مديري تلك الحقول حل المشاكل التي من شأنها عرقلة الجانب الأمني وحماية هذه الحقول، مؤكدا جاهزية قوة حرس المنشآت للتصدي لأي محاولات تهدف إلى المساس بأمن هذه الموانئ والعبث بقوت الليبيين. وخلال الجولة التقى اللواء المغربي مع مراقبي الحقول النفطية، وتم التطرق إلى الوضع الأمني في الحقول والوقوف على المشاكل والصعوبات التي يواجهها مستخدمو هذه الحقول ودراسة إمكانية تأمينها وتوفير سبل الراحة لكافة المستخدمين في الحقول النفطية. مع اختتام جولته أكد المغرب أن الوضع الأمني مستقر وتحت سيطرة حرس المنشآت النفطية، مشيدا بانضباطهم وجاهزيتهم التامة للقضاء على أي تهديد أو هجوم محتمل على هذه المنشآت.